رجعنا لكم تاني طبعا بعد الفاصل، بس هنستضيف طبعا النهارده اللاعب السيد عبد النبي. هو لاعب نادي سمنود 2005، وبيقول لعيب كويس جدا، بلاي ميكر، صنع العاب، لعيب كويس جدا. والده يا سيد، السلام عليكم، ازيك؟ صباح الخير. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا طبعا رحب بالحاج محمد عبد النبي. ازي حضرتك يا حاج؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. الله يبارك لك يا رب. خليك سيد، لعبت فين؟ لعبت في اكاديميه روما عندنا في البلد، وبعد كده رحت سمنود مع تبع كابتن، مع المدرب الفني كان كابتن عادل شومان. لعبت مع كابتن شومان في نادي سمنود 2005. لعبت بطوله منطقه ولا جمهوريه؟ بطوله المنطقه، وكنا المركز الثالث على المنطقه، وحصلت 7 اهداف في الدوري. جبت 7 اهداف في الدوري؟ جبت 7 اهداف في الدوري. كنت بتشارك بالصفه الاساسيه في الفريق، مع الفريق؟ ايوه كنت بشارك على طول. عملت اختبارات في اي نادي في الدوري الممتاز؟ وايه لقيت ايه؟ رحت الجونه، كابتن احمد مجدي ساعدني اروح الجونه، بس كان الموضوع صعب شويه عشان المصاريف والسفر، كنت بسافر كل يوم ومصاريف. وانا برضو لعبت في اكاديميات يا سيد؟ لعبت في اكاديميه روما. ايه لعبت فيها قد ايه؟ لعبت فيها سنه ولا سنتين، سنه ونص كده. حاج ازي حضرتك؟ ابن حضرتك بدا ازاي؟ وكنت بقى انت معاه والمشوار طويل. ايوه طبعا، اكيد طبعا. هو لاي ولي امر المشوار طويل جدا. اكيد جداً. طبعا طبعا انا عايز اسمع من حضرتك برضو بدايته كانت. هو يعني السيد ابني من صغره هو موهبه كويسه جدا، بانت عليه اللعب يعني وكده، الناس بدات تتكلم عنه كويس جدا. عندنا اكاديميات بقى، اكاديميات كور كده، اكاديميات يعني ناس حاجات خاصه كده. فعندنا كابتن سمير بجد، وقال لي والله السيد ابنك كويس جدا وعايزينه معانا في الاكاديميه وكلام من ده، فربنا سهل وحطيناه في الاكاديميه. اشتغل شويه كويس جدا. كان سنه كام سنه؟ كان حوالي 10 سنين يعني، بدا هو 10 سنين بيلعب في الاكاديميه. 10 سنين؟ الاكاديميه. لحد كام سنه؟ حوالي عاد لحد مثلا 12 سنه. بعد كده بدانا بقى نتحرك ان احنا نشوف نادي كويس وبتاع. عندنا طبعا موجود الكابتن احمد مجدي الدين عندنا بيلعب في الجونه، فكلمته بتاع، قال لنا طبعا لله الحمد العلاقه كويسه من صغرنا يعني، معروفين في البلد وكده، كان عندنا مواهب كتير جدا كويسه. احمد مجدي بتاع غزل المحله ولاعب الجونه الحالي. عند الكابتن احمد مجدي طبعا. فكلم الناس هناك وقال لهم والله في لعيب كذا كذا، والحمد لله رحنا. بصراحه امكانيات جميله جدا وكويسه جدا، بس طبعا امكانياتنا احنا الماديه والسفر والارهاق البدني. الجونه لا حضرتك، احنا استاد القاهره، بس احنا طبعا سفر من عندنا برضو من القريه لحد استاد القاهره بناخد مثلا اليوم كله سفر. ايوه. لحد ما نوصل الساعه مثلا 6، يتمرن ساعتين ونرجع نروح نرجع تاني البلد. فكان مشكله بترجع وبعد كده بتروح ثاني يوم وبعد كده نروح، هم كانوا ثلاث ايام. الامر كان فيه ملل يعني، او كان فيه لا ارهاق مادي وبدني. طبعا ده برضو لسه يعني شاب صغير والمشوار مرهق. اتوجهت نادي سمنود ازاي؟ مين صاحب الخطوه دي في نادي سمنود؟ كان بتمرن مع فرقه في البلد كده مع كابتن اسمه احمد رضا. هو يعني قال لي روح ووداني، وكابتن عادل شومان لعبت معاه. انت جيت الاختبارات في وجود كابتن عادل شومان؟ ما كان ايوه كانت اختبارات، ونزلت وكابتن عادل شومان خدني اختارني وبيت في الفرقه. يعني كابتن عادل هو اللي في اختبارات، انت رحت الاختبارات اختاروك من اول بعد قد ايه؟ من تاني تمرينه، رابع تمرينه، خامس تمرينه؟ تاني تمرين. اختارك كابتن عادل بنفسه. اتمرنت مع كابتن عادل فتره طبعا، بتتمرن كل يوم؟ كنا بتمرن 3 ايام في الاسبوع. وكان حد بيجي يقول لك حاول تزود من نفسك، تخش الجيم والكلام ده كله، ولا انت كنت بتعتمد على التدريبه اللي بتتمرنها وبتلعب الماتش؟ بعتمد على كابتن عادل بس التمرينات وخلاص. كان تمرين كل يوم ولا كل يوم ويوم؟ 3 ايام، يوم ويوم. يوم تمارين يوم ويوم. انت شايف ان حضرتك كان بيستفاد وبيستفاد؟ هو حضرتك كابتن عادل كلمني كم مره، قال لي يا محمد ابنك مهارته كويسه جدا جدا، بس كلياقه وكقوه طبعا. هو معلش يعني احنا في بلد ارياف، وهو معلش بيساعدني برضو في العمل بتاعي وكده، يعني بيرهق جدا في العمل وكده. ابن حضرتك بيشتغل معاك؟ ايوه طبعا طبعا. هو بلا حضرتك احنا برضو لسه اتفضل احنا لسه طبعا في بلد مثلا برضو الارياف والكلام ده كلها مش واخده حقها الكامل. يعني حضرتك احنا عندنا مواهب سبحان الله كانت ممكن توصل لمنتخب مصر وتلعب في انديه كبيره جدا،
بس الامكانيات الماديه، الامكانيات الماديه. طب ما فيش كشافين بيروحوا عندكم؟ لا لا حضرتك الفتره اللي فاتت ديت ما كانش فيه الكلام ده خالص، بس احنا بنامل الفتره الجايه ان شاء الله. انا حاسس ان طب البلد انا بوجه رساله اهوت لكل وكلاء اللاعبين والكشافين، انزل انزل الاقاليم، انزل الاقاليم، في لعيبه كويسه جدا. ممكن مثلا لعيب زي ده ممكن تلاقيه بيشتغل تمرينه وتمرينه، ولان الماديات معاه برضو بتبقى فيها صعوبات، او مثلا في مشاكل مثلا من حيث المشاوير البعيده والكلام ده كله، والطموح بيقل. كل ما يكونش فيه امكانيات كل ما الطموح بيقل، والطموح لو قل انا مش هقدر ان انا اروح مكان انا عايزه، او بما مش هكشف موهبتي لحد. ظل ان الكوره بقت فيها استثمارات كتير وفيها ناس كبار جدا في الكوره، ممكن مش يضيع حق الاولاد الصغيرين، لا ممكن عيننا تتغمض عن النجوم دي، وممكن يكون ده يكون من نجوم مصر، ده ممكن يكون نجم من نجوم مصر، بس ممكن لو احنا تفادينا الامر ممكن كل سنه طيب ما بقاش عندنا لعيبه كويسه، ونبدا نبص للناس اللي قدام عينينا. ما ده غلط، ده اكبر غلط. هيكون معانا هاتف كابتن عادل شومان مدير قطاع البراعم بلادي سمنود السابق ومدير الفني 2005 السابق. كابتن عادل صباح الخير. صباح الخير يا كابتن محمود، وصباح الخير على كل الناس ضيوفك الجمال وكل قصه البرنامج الجميل. حبيبي يا كابتن عادل، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخبارك في المحل عامله ايه؟ المحله كويسه؟ المحله زي الفل والله، وصباح جميل كده عليكم جميعا. حبيبي يا كابتن، الله يخليك. طبعا كابتن عادل انت كنت مدير فني في قطاع الناشئين في نادي غزل المحله، وبعد كده توليت بعض الانديه في الممتاز به كمساعد مدير فني، وبعد كده اشتغلت في قطاعات البراعم كمدير قطاعات براعم في انديه كتير جدا. طبعا ان اللاعب سيد ده كان عند حضرتك في 2005 في نادي سمنود، فطبعا بنسمع حضرتك طبعا توجه له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا عاوز اقول ان السيد عبد النبي ده، يعني انا السنه اللي فاتت لما رحت نادي سمنود وتوليت مدير قطاع البراعم بنادي سمنود، فقلت ان هعمل قاعده من تحت، يعني القاعده هبداها من فرقه 2005، وهبدا افور كل الناس اللي كانت موجوده واجيب بقى ناس بحيث ان اعمل اقوام اساس الفرقه 2005. فبدات اعتمد بقى على ان انا انزل ادور على لعيبه جداد، خاصه ان كانت فرقه نادي سمنود 2005 انا قلت انا ابدا بيها ان السنه دي 2005. كابتن عادل عايزك تحكي لي اول يا كابتن عن اول ما شفته في اختبارات النادي، لفت نظرك ازاي؟ طبعا عايز اعرف لفت نظرك يعني ازاي. انا بقول لحضرتك ان هي البدايه خالص ان 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 انا جيت، لما جيت اسس فرقه النادي سمنود 2005 وقلت اعمل قاعده ناشئين كويسه، او هتبدا من قاعده البراعم، يعني قاعده قطاع الناشئين هيبدا من قطاع البراعم، فقلت اعمل قاعده كويسه لقطاع البراعم لنادي سمنود، وبالتالي فورت فعلا فرقه 2005 لنادي سمنود، وبدات ان انا اعتمد على الاختيارات بتاعتي اللي انا انزل وادور واكلم وكلاء لعيبه والى اخره، الى ان انا جالي لما جالي السيد عبد النبي في اول يوم، كان جالي طبعا تبع ناس انا كنت مكلمهم، فجالي شفته اول يوم ولقيته لعيب كويس. هو طبعا السيد لعيب مهاري عالي قوي قوي قوي، ولكن هو عاوز بس شويه قوه وعاوز كمان، انت عارف ان القوه في كره القدم مهمه جدا، مع السرعه مع المهاره اللي عنده هتعمل لعيب كويس قوي قوي قوي. هو كان بيلقطه بس في الفتره ديت ان الراجل جاي من الشارع ما يعرفش ايه يقف في الملعب، ما يعرفش ايه مركزه، ما يعرفش هيلعب فين في الملعب. ودي خطيره جدا يا كابتن في السن ده، في العمر ده خطيره جدا، خطيره جدا لما تلاقي لعيب في السن ده وما يكونش عنده البدايات كره القدم، صح؟ بتبقى صعب عليك كمدير فني انك تاهله بشكل مبدئي من الاول. لعيب جاي من الشارع، هو كان كل شغله ما لعبش في انديه قبل كده، فهو لما جالي انا بدات ان انا اشوفه في اكثر من مركز، بدات ان انا اشوفه في نص الملعب، بدات ان انا اشوفه على ناحيه الهاف الشمال، لقيته الواد عنده المهاره، وكنت بستفاد منه في ماتشات كتيره السنه اللي فاتت، يعني كان بينزل يصنع للفارق، هو مهاري ويقدر يوصل كتير على الجول، او يقدر يوصل كتير على الجول. فالسيد من نوعيه اللعيبه المهاريه، جسمه صغير ولكن مهاري يقدر يوصل. كابتن عادل، لو اللاعب ده كابتن
اتمرن بشكل كويس واشتغلوا عليه بدنيا بشكل كبير ممكن يمثل منتخب مصر في مرحلته السنيه؟ يقدر؟ ممكن طبعا ممكن، يعني انت عندك اسلام عيسى اللي كان بيلعب في النادي المصري وحاليا بيلعب في نادي بيراميدز. اسلام من الاجسام الصغيره. كابتن عادل احنا بنعرض بعض المواهب الكويسه في الاقاليم اللي هو محدش شايفها، بس هل انت شايف ان هل مفيش ناس كتير زي سيد كده موجودين ومحدش بيتكلم عليها ومحدش شايفها؟ لا اكيد، لا ده في. طب دوركم كمدربين يا كابتن عادل، هي القصه كلها بس ان هي دوركم كمدربين يا كابتن عادل الايه؟ دوركم كمدربين هل مش من حق كمدربين المفروض تبصوا على اللعيبه دي وتدوروا عليها؟ طبعا المفروض ان احنا كمدربين نتعب شويه، بس هي القصه كلها في ايه؟ ان دلوقتي بعد ما بدأ في اكاديميات طلعت، طبعا النهارده المدير الفني بالنسبه للاكاديميه عاد النهارده ما يعني بيحرم انديه كثيره، والاكاديميات النهارده اتعملت لاكاديميات لانديه بعينها. كابتن عادل، ظهور الاكاديميات في مصر تعليقك؟ هي الاكاديميات في مصر حاجه كويسه، ولكن اللي يبقى لازم يبقى فيها ضوابط. بس النهارده اللي فاتح اكاديميه النهارده لو عنده لعيب كويس هو ما بيحرم معظم الانديه اللي هي نص نص او اللي هي على قدها، كل همه ان هو تقبل. كابتن عادل لنادي كبير، انا اسف جدا انا بضغطك في الوقت، ياخد مقابل مادي منه. وجود الاكاديميات واستثمار الانديه، اتفضل، الاستثمار الرياضي في الانديه اتفضل، يعني شايفه ازاي؟ طبعا زي ما بنقول كده هو ممكن يبقى ايجابي وممكن يبقى سلبي. ايجابي لو احنا قدرنا نحط ضوابط على الاستثمار، خاصه الاستثمار في قطاع الناشئين غير تماما الفريق الاول. الاستثمار في قطاع الناشئين في الفريق الاول ما فيش اي مشكله، النادي لما الكل بيهم النادي في الاستثمار في الفريق الاول، ان لما يجي يبيع لاعب من الفريق الاول هو بيطلع له نسبة والمستثمر بيطلع له نسبة. أما الاستثمار في قطاع الناشئين طبعا يعني أنا شايف لازم يبقى اتحط له ضوابط علشان النادي يقدر يستفاد ويقدر يعمل قطاع ناشئين كويس، إنما على نفس الضوابط ونفس البنود. كان معايا كابتن وليد أبو سليم وكيل اللاعبين وقال إن الاستثمار انتحار للمواهب، تعليقك؟ انتحار؟ للمواهب. لا طبعا مش انتحار ولا حاجة، ده هو الاستثمار حاجه كويسه، ولكن انا النقطه اللي انا بتكلم عليها بس هو فسرها بشكل مختلف يا كابتن، قال لك ان اللاعب بيدفع مقابل مادي للمستثمر والمستثمر مش الهدف منه ان هو يسوق اللعيب بل بالعكس. ما هي دي يا كابتن محمود، معلش ما بين واكيد مش كل سياسه نادي شكل الثانيه. ما دي الضوابط اللي انا لسه بتكلم عليها يا كابتن محمود، ما انا بقول لك الاستثمار ليه ايجابياته وسلبياته. السلبيات بتاعته ان احنا ما في ان احنا بنحط ضوابط مش كويسه، يعني الدليل على كده ان اوروبا كلها شغاله استثمار. النهارده انديه اوروبا الكبيره هي انديه بيقودها مستثمرين كبار، والمستثمر اللي بيخش عاوز ينجح وعاوز يعني يطلع له المقابل بتاعه، ولكن في ضوابط بتحكم المستثمر مع النادي. كابتن عادل، ما انت شايف هلك ده اسمه هلك لاولياء الامور وفي ناس ظروفها مش كويسه كوجهه نظرك؟ انا بسمعك يا كابتن محمود، اللاعب الكويس ما بيندفعلوش فلوس، اللاعب اللي هو ال 50% وال 60% وال 70% دي اللي بيندفع له الفلوس، ودي اللي هل دي سياسه كل المستثمرين يا كابتن؟ هل دي سياسه كل المستثمرين؟ طبعا سياسه المستثمرين كل المستثمرين. انا لو انا لعيب لو انا مستثمر وجالي لعيب كويس انا مش هاخد منه ولا ساق، انما انا ممكن اخد من مين؟ من ومش كل الناس، وانا بقول برضه ضوابط، ما انا مش كل الفرقه انا هعملها استثمار، يعني الفرقه زي اي سلعه كابتن محمود، انا عاوز السلعه بتاعتي ديت تتباع، انا لو انا حطيت جبت شويه حاجات حلوه كده وحطيتهم جنب السلعه بتاعي مش هشتري مثلا بايه؟ اشتري مثلا ب 5 جنيه جنب 20 جنيه مثلا في العيد ال 20 جنيه، اشتري لها ب 5 جنيه حاجه جنبها كده عشان تحل السلعه بتاعتي. او برضه بالنسبه للاستثمار لازم انا اعمل قوام اساسي للفرقه لا اقل عن 20 لاعب، بيبقى عنده 10 لعيبه في القايمه عشان اعرف اصرف على اللعيبه ديت وعشان اعرف اصرف على الفرقه
كابتن عادل، نتمنى الجميع يتكاتف يا كابتن. 10 لعيبه اقدر استثمر منه كابتن عادل. نتمنى يا كابتن التكاتف في قطاعات البراعم دي يا كابتن والتوعيه، واتمنى من اي حتى اي مستثمر حب ياخد الخطوه، اتمنى الاستفاده تكون للجميع، مش استفاده تكون خاصه. كابتن عادل شومان بشكرك شكرا جزيلا، يعني مدير قطاع البراعم بنادي سامانوت سابقا والمشرف العام على الكره في نادي احافه. شكرا كابتن عادل. شكرا كابتن محمود، والتوفيق دايما حبيبك. حبيبك كابتن، ربنا يخليك، اتنورتنا يا سيد. تعليقك للكابتن عادل، تعليقك لكلام كابتن عادل، مش شايفه من وجهه نظرك اما انت رحت النادي الفتره دي ولا لسه ما بداتوش؟ ايوه رب بتمرن الايام دي. بتتمرن؟ ايوه بتمرن مع كابتن حسن قدري. في اختلاف من الموسم اللي فات للموسم ده؟ ايوه اختلاف، اللي جه مستثمر ماسك النادي واختلف خالص وغير المستثمر، يعني جه غير النادي. ايه وجهه نظرك يا حاج؟ ايه وجهه نظرك في الكلام؟ والله كابتن محمود، هو هل انت محتاج، شايف ان في لازم يكون في توعيه الفتره الجايه؟ اكيد طبعا، اكيد لازم يبقى في. الله ينور على حضرتك. هو في مواهب كتير جدا مظلومه، وفي مواهب كتير جدا في مصر، بس ما بتاخدش فرصتها، لان زي ما كابتن عادل قال، نظام الاستثمار هو سيف ذو حدين، ممكن يظلم ناس كتير جدا وممكن يعلي ناس كتير جدا. يعني ان هو مثلا ايه حضرتك، مثلا يعني زي ما بيقول، في لعيب كويس جدا جدا، بس المستثمر طبعا بيخش عايز مثلا منه مبلغ معين، طبعا ما بيقدرش يدفعه. انا 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 عايز اقول حاجه، وطبعا انا بقترح، اتفضل. وده اقتراح جه من الاحداث اللي قدامين. ايه يعني لو بعض النجوم الكبار نزلوا استثمروا، قعدوا يصفوا اللعيبه في المحافظات، وخدوا من كل محافظه افضل لاعبين في كل الاعمار، وكل محافظه بنفس الشكل، وبعد كده ببدا اصفي اللعيبه دي، ولو في لعيبه كويسه يبدا يتبناها النجوم الكبار اللي يفيدوا منتخب مصر ويفيدوا الانديه الكبيره. كلام كويس جدا. بدل ما احنا عمالين برضو بنلف في دايره، وكل واحد بيخترع وضع وبيمشي فيه. طيب وجهه نظر صح؟ صح صح، مليون في وبطالب بشكر كابتن احمد شوبير، طبعا نجم كبير جدا جدا، وطبعا كان بيتبنى فكره الناشئين، وكان بيجيب اهدافه وبيجيب المباريات وبيجيب كل حاجه. فاتمنى ان الجميع يتكاتف مع المنظومه دي، لان المنظومه دي كبيره جدا ومحتاجه دعم دايما، لان كلنا كنا طالعين منها، في اللي انظلم وفي اللي طلع، يعني في اللي انظلم مننا وفي اللي طلع منها، يعني في ناس استفادت وفي ناس خسرت. فاتمنى من الجميع بقى يتكاتف مع الناس دي، لان الناس دي ممكن تضيع، ممكن لعيبه جامده جدا، وانا افاجئ ان القريه اللي بتتكلم عن النجم الكبير ده يقول لك ده كان في لعيب جامد جدا، وفي الاخر كل سنه طيب، اختفى اللعيب لانه مش كويس. فاتمنى من الجميع التكاتف والمحافظه على قطاعات البراعم والناشئين. عايز تقول حاجه يا سيد في الختامه؟ بقول نفسي انا ابقى لاعب كبير وامثل منتخب بلدي، وعشان انا اسعد اهلي اللي هم تعبوا معايا، ووالدي اللي بيتمنى ان ابقى لعيب، ما ازعجش حد يعني. رسالتي ليك، اتمرن بشكل كويس والتزم، واسيب البيع لربنا سبحانه وتعالى، لان الكره هي اجتهاد فقط، هتجتهد لو انت في اخر الدنيا ربنا يكرمك. حاج ان شاء الله. طبعا اكيد انا عارف ان كل شيء اسمه نصيب، وهو هياخد نصيبه ان شاء الله، وهو يتمرن وجدعان، وربنا يسعد ان شاء الله. في خير ان شاء الله. نورتوني شرفتوني، نورتوني. طبعا خلصنا حلقتنا، وان شاء الله باذن الله نلتقيكم الثلاثاء القادم. السلام عليكم.